أهلا بكم إلى حلقة جديدة من شعب ورئيس. إنها الحلقة الأولى بعد أن تقلص عدد الرؤساء المحتملين لجمهورية مصر العربية من 13 رئيسا إلى 2 فقط. 2 يمثلان ثنائية نعرفها جميعا، النظام القديم أو الإخوان المسلمون. اسمحوا لي أن أبدأ أولا بالترحيب بضيوفي هنا في الاستوديو، وينقسمون إلى مجموعتين، مجموعة الخبراء ومجموعة النشطاء المواقع التواصل الاجتماعية. معنا في هذه الحلقة مجموعة من الخبراء، هم أيمن الصياد رئيس تحرير مجلة وجهات نظر، الدكتورة منال عمر استشاري الطب النفسي بجامعة عين شمس، الدكتور سامح فوزي من مدير مركز التنمية بمكتبة الإسكندرية، والدكتور عمرو هاشم ربيع من مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. ومعنا مجموعة من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، وائل خليل الناشط السياسي والمدون اليساري، إبراهيم أحمد فرج ناشط على مواقع التواصل الاجتماعي وعضو حملة محمد مرسي، محمد كامل متابع على الفيسبوك وتويتر وأحد مؤيدي أحمد شفيق، ومعهم على نفس المنصة لكنه ليس من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، محمد شعبان سائق التاكسي الأبيض، وسنتعرف على حكاياته أثناء الحلقة. دعونا نبدأ بسؤال وجهناه إلى المواطنين المصريين عن شعورهم بنتائج انتخابات أو الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة. جاءت يعني مجموعتان من الإجابات. مجموعة الأولى نشاهدها الآن، أعرب فيها المواطنون عن سعادتهم بالطريقة التي أجريت بها الانتخابات بل وبنتيجتها كذلك. رحت انتخبت وبسطت والمؤشرات كويس. أنا مبسوط بالنسبة إن البلد عايزينها تستقر كويس. بصراحة اتبسطت وما كانش فيه انتخابات قبل كده، وعمر ما حد راح انتخب ولا راح حد صوت. مبسوط جدا، و الانتخابات نزيهة وما فيش تزوير. الانتخابات مؤشراتها جميلة ويعني شفافة ونزيهة، واحنا عاوزين اي حد يجي يخلي البلد في استقرار ونحس بالامان تاني والامان يرجع للبلد. طيب، هذه هي المجموعة الاولى. المجموعة الثانية جاءت اجاباتها مختلفة، فلننظر نستمع اليها سريعا. ما كانتش متوقعة الصراحة، وانا مش راضي عنها، ودول ما كانوش المرشحين اللي انتخبتهم. لا، مش مبسوطين بيها. انا بعتبر في الوقت ده ان الثورة اتسرقت. ما كانش متوقع ان شفيق ياخد اي مركز من المراكز المتقدمة اصلا. انا بصراحة محبط جدا من النتائج الانتخابات اللي طلعت، وانا شايف كل مصري المفروض يبقى زعلان جدا من اللي حصل ده. احساسي زي قبل ما انتخب، يعني ان انا كنت حاسة انه الانتخابات مش هتمشي مظبوط والنتائج هتطلع مش مظبوطة ومش بتعبر عننا. بس الفكرة ان احنا محبطين، يعني كان نفسنا ان الشعب يبقى فيه وعي اكتر من كده، ان احنا نرجح كافة اللي هينفع البلد بعدين. مش مبسوط طبعا ان جايبين لنا واحد فلول واحد اخوان، كناش نتمنى ان ده يبقى حال البلد بعد الثورة يعني. طيب، دعونا نتحول سريعا الى مجموعه الخبراء. ايمن الصياد اولا، هل لاحظت ان بشكل عام المجموعه الاولى الراضيه عن نتيجه الانتخابات تبدو من طبقات شعبيه اكثر، والعكس في المجموعه الثانيه؟ لا اظن ان هذه قراءه يعني صحيحه لما رايناه، او هذه قراءه صحيحه للشارع. كل ما هنالك ان المجموعه الاولى كانت تعلق على الانتخابات لا على نتيجه الانتخابات. هناك فرق بين أن الانتخابات كانت تجري بالتأكيد بشكل يعني لم نعتده من قبل، وهذا بالتأكيد يدفع الجميع إلى الإحساس بالسعادة للعملية الانتخابية، هذا شيء. أما نتيجة الانتخابات أمر آخر. بغض النظر عن المجموعة، بغض النظر عن أي عن الـ عن الـ أي أي يعني تفرقة طبقية أو مستوى التعليم أو أي نوع من أنواع التصنيف
بين الناس. دكتورة منال، طبعا من المستحيل أن نسألك عن تحليل نفسية 80 مليون مواطن مصري، لكن بشكل عام هل تستطيع أن تقارني بين الحالة النفسية، المزاج العام للمصريين الآن بعد أول انتخابات رئاسية تأتي بها ثورة 25 من يناير، والحالة النفسية التي كانوا عليها عقب هذه الثورة فبراير من العام الماضي؟ خليني أقول يعني بسرعة جدا أنه دائما الناس يحاولوا ياخدوا الحماية من السلطة، ودائما السلطة تتقسم حاجات، يا إما يكون عندك سلطة حقيقية للحماية أو سلطة بالفلوس أو سلطة بالانتماء، يعني إما أن تنتمي إلى مجموعة كبيرة تحميك اللي هي أركن إليهم، يعني لما أبقى مهدد يحموني، أو يبقى معانا فلوس أو يبقى معانا قوة باور يعني حقيقية. طيب لما نظام مبارك هزم المفروض كان الناس تبحث عن سلطة أخرى تحتمي بها. أنا بتكلم على العموم، ما بتكلمش على المجموعة الأولانية واللي التحقوا بيهم اللي هم قاموا بالثورة، أنا بتكلم على العموم اللي هم دائما تحت رعاية السلطة وكانوا بيسمعوا كلام السلطة وعمرهم ما هموا يقولوا للسلطة يعني أنت غاشمة. فكان الخلاص فين؟ فكانت في السلطة الدينية اللي هي نحن عند الله، وده كلام حصل وأخذت السلطة الدينية 70% ساعتها، وكانوا رايحين بصدر رحب وبحماس شديد انه اخيرا هذه السلطه الدنيويه هيجي ناس بيحكموا بالسلطه الدينيه يخلصونا من الحكايه دي. طيب فلما هزمت السلطه الدينيه بغض النظر عن مساله البحث عن مصدر السلطه، انا اتحدث عن المزاج العام، هل هو المزاج العام محبط للغايه؟ ليه؟ لانه ولا السلطه دي انصفته ولا السلطه دي طلعت حقيقيه. فهو دلوقتي يشعر بأنه بلا سلطة بلا ظهر، فهو في الهواء. طيب وهذا ما كما سنرى أثناء الحلقة تعبر عنه الكثير من الأشياء التي وردت على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن أنا عندي هنا سؤال سامح فوزي. السؤال هو يعني هل هناك بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بين النخبة إلى آخره، إحساس بأن المزاج العام سيء بعد نتيجة الانتخابات، في حين أن الواقع قد يكون غير ذلك، لأن هناك ملايين صوتوا لصالح هذين المرشحين وجاءت النتيجة كما كانوا يرغبون يعني؟ لا، هو في تناقض في أمرين. الأمر الأولاني، ليس بالضرورة المؤسسات السياسية التي تنشأ بعد الثورة تكون معبرة عن هذه الثورة، لأن طريقة تشكيلها هو طريقة تشكيل مختلف عن الثورة، بمعنى أن المزاج العام هتلاقيه في كل المراحل، أولا من استفتاء 19 مارس 2011 ثم بالانتخابات التشريعية ثم الانتخابات الرئاسية، هناك قطاع من المجتمع لا يرضى بهذه النتائج ويعتقد أن هذه النتائج هي انتكاس على الثورة، هناك قطاع بينظر الموضوع، لكنها في النهاية النتائج دي عبرت عن غالبية الناخبين الذين ذهبوا إلى صناديق الاقتراع. فالفجوة ما بين أن أنا أتوقع أن المؤسسات التي تنشأ عن الثورة معبرة عن ما يعتقد الناس أنه هو يعبر عن الثورة، فدي الإشكالية الأولى اللي تخلي دايما في مساحة من الإحباط، الفجوة بين المأمول والمتحقق يعني. الإشكالية الثانية أن في نوع من أنواع الشفرات في التعامل مع الأمور، يعني نلاقي الناس تتحدث عن شفرة اسمها الاستقرار، الشفرة الثانية تتكلم عن الفلول، الشفرة التانية تتكلم على الإخوان، وكل شفرة أو كل كلمة من هذه لها مدلولات عند قطاع واسع من الناس، وهي في حد ذاتها غير واردة وغير معرفة بدقة يعني على وجه التحديد غير معرفة. طيب لما تقول لي أنا مش هجيب واحد من الإخوان، طب ليه؟ طب مش هجيب مثلا واحد مما يطلق عليهم فلول، طب ليه؟ يعني قصدي فكرة الإجابة أو التفسير الذي يعقب إطلاق الكلمة في حد ذاتها اللي تخليك تاخد موقف مع أو ضد، ده مش موجود عند قطاع عريض جدا من المواطنين. فده اعتقد ان هو بيؤدي في النهايه الى نوع من انواع الاحباط النفسي بشكل عام، ولا سيما في اوساط محدده اللي احنا ممكن نتكلم عليهم، اوساط النشطاء والمتداولين على مواقع التواصل الاجتماعي والمهتمين بالشان العام. طيب دكتور عمرو، يعني كانت النتيجه مفاجئه للبعض، انت بوصفك هذا هو عملك، تتابع بشكل يومي التطورات السياسية وحظوظ المرشحين، يعني هل كنت تتوقع هذه النتيجة أم أنها كانت مفاجئة لك؟
لا بالطبع هي مفاجأة. كانت مفاجأة. مفاجأة بالتأكيد. احنا لدينا دايما اقول احنا كان لدينا 12 13 مرشح، كل مرشح كان لديه فرصة انه يعيد مع ال 12 الاخرين. فلدينا حوالي 156 احتمال. احنا تقريبا نظريا طبعا نظريا احنا تقريبا حصر يعني جالنا اسوأ الاحتمالات. من وجهة نظرك لكن ليس من وجهة نظر من انتخبوه. لا الناخب دلوقتي اصبح متقطع ومشتت عقله وذهنه وقلبه ما بين الدولة المدنية وما بين النظام السابق هيختار ايه؟ يعني اصبح فيه هنا مشكلة. وده يمكن عبر عليه الاستطلاع او الاستبيان للسؤال اللي حضرتك سألته للجمهور. انا مختلف بس مع صديق ايمن لان السؤال اتسال للكل بنفس الصيغه، بس هم فهموه غلط. يعني في قطاع فهمه وجاوب على الانتخابات وفي قطاع فهمه وجاوب على النتيجه، لكن السؤال كان واحد، فهو بالتاكيد بيعبر عن الطبقه ولا يعبر عن موضوع الانتخابات. طيب كما ذكرنا فان الكثير مما جاء على مواقع التواصل الاجتماعي كان به الكثير من التعبير عن الاحباط، عن الـ يعني العجز عن فهم كيف حدثت هذه النتيجة. دعونا نشاهد بعض هذه اللقطات. لا اخترناه ولا بيعناه، نجح ازاي؟ سبحان الله. وطبعا الرجل الصيني الشهير الذي يأتي على كل مواقع تواصل. انباء عن وفاة الرئيس السابق حسني مبارك بسبب الضحك بعد ان جاءت النتيجة. نلطم بقى بعد ما صوتنا. هذه ايضا يعني كل مواقع التواصل الاجتماعي التي مررنا بها على الاقل عبرت عن هذا الاساس. ابو الهول يبكي. طيب وائل، طبعا انت كنت تؤيد عبد المنعم ابو الفتوح وبالتالي انت من ضمن يعني الذين يشعرون بهذا الاحساس على الارجح، لكن مرة أخرى هل مواقع التواصل الاجتماعي منحازة لفئة معينة لا ينتمي إليها محمد مرسي أو أحمد شفيق بشكل عام؟ أعتقد أنه دي النتيجة يعني الأتعس بالنسبة لقطاع كبير من رؤساء الثورة، لأنه النتيجة هي في الآخر رغم أنه أعلى الأصوات حصلت عليها الثورة، فقط لو حصلنا الثورة في يعني في المرشحين دولت عبد المنعم والفتوح وحمدين صباحي فهم حصلوا على اعلى الاصوات، ولكنهم لم ينجزوا انتخابيا لانها ما تحولتش لمركز متقدم ثالث ورابع زي سابع وثامن ارقام. فطبعا ده محبط. اعتقد انه اي حد فينا لو كان اي حد فيهم عاد في الاعاده، او لو كان طبعا الدريم فاينل كنا دايما بنقول هو الاعاده حمدين وعبد المنعم، واحنا يعني مش مهم نصوت لمين. بالتاكيد انه الاعاده او انه النتيجه النهائيه الاجابتين المتاحتين امامنا الان ما هماش اسعد اجابتين. ناس كتيره بتعلق تعليقات من نوع يعني ايه انه ده سؤال اختار الاجابه الصح والاجابتين خطا. انا في تقديري طبقا لما اوردته جريده الوطن اليوم يعني تصريحات لحسني مبارك او روايه عن حسني مبارك انه كان يشعر بتعجب شديد على انا في تقديري انه شفيق ما حاسش على ثقه الشعب المصري، حاز على 2 مليون صوت في اربع محافظات. نبقى نعرف على مهلنا جاب ال 2 مليون صوت دولت ازاي. بس في الاخر دي النتيجه اللي احنا قدامنا، وفي اجابه اصح من اجابه في تقديري، هو ده التحدي اللي قدامنا. واعتقد انه محاولات البحث عن اجابه ثالثه رغم انها مجتهده، بس لاننا قابلنا بالعمليه الانتخابيه في اللحظه دي هي مش متخيل انها هتنجح في فتح طريق ثالث. طريق ثالث بيتفتح. لماذا تقول انها حصلت 2 مليون صوت؟ لا في اربع محافظات، انا اسف، في الشرقيه الغربيه الدقهليه المنوفيه. يعني ايه فارق بشكل احصائيا مش متسق مع حتى التصويت الاحتجاجي اللي خده في بعض الاماكن. بما انك تنتمي لمعسكر يفترض ان يكون سعيدا بهذه النتيجه وهي حمله الدكتور محمد مرسي، لماذا لا نجد تعبيرات عن الفرح كثيره على مواقع التواصل الاجتماعي؟ هي لها اسباب كتير. اول سبب ان تقدم دكتور محمد مرسي جاء متاخرا جدا، فما نجحش ياخد دكتور عبد المنعم ابو فتوح بقاله حوالي تقريبا سنه، وحمدين صباحي بقاله سنه وان كان في اخر خمس ايام بس هو خد او بعد المناظره الشهيره يعني شعبته عليه. محمد مرسي ما لحقش طبعا يعني يتكون له الراي العام او الشباب. ومع ذلك الكثير من الاخوان استغربوا ان النتيجه جاءت متقاربه بهذا الشكل بين محمد مرسي واحمد شفيق.
والله في بعض طبعا الموضوع كان في بعض الاصوات راحت للدكتور عبد المنعم ابو فتوح، وفي جزء من القاعده التصويتيه المعروفه للاخوان المسلمين ما راحتش الانتخابات اساسا. يعني ال 70% التي كانت تتحدث عنها الدكتوره منال كيف وصلت الى 25%؟ ال 70% لم تختار الاخوان المسلمين، ال 70% اختارت مجموعه التيار الديني، ودكتور محمد مرسي مرشح عن حزب سياسي وليس عن تيار. لكن خلينا نقسم المجتمع لتيارات، يعني انا معترض على الموضوع. طيب ال 45% التي حصل عليها الحريه والعداله في مجلس الشعب، محمد دكتور محمد مرسي حصل على المركز الاول، اعلى نسبه تصويت بين المرشحين. 25% ما بين 13 مرشح، وده وهيبان جدا في التصويت، واظن يعني على نفس القياس لو حسبناها في فرنسا يعني هنلاقي ان 49.5% من المجتمع الفرنسي غير سعيد بالنتيجه. طيب محمد كامل، نفس السؤال لك، لماذا لا نجد هذه التعبيرات السعيدة بفوز أحمد شفيق؟ يعني لا نجدها لكننا لا نجدها بنفس الانتشار الذي نجد منه فيه يعني تعبيرات الاستياء. في الواقع الفريق شفيق له عدد غير بسيط على الإطلاق من المؤيدين على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن للأسف بسبب المزايدات الثورية و شعارات من نوع أنتم خنتم دماء الشهداء، وهذا لا يصح على الإطلاق، لأنني أعرف ثوارا وأنا شخصيا كنت منهم صوتوا للفريق أحمد شفيق، فهناك نوع من أنواع، يعني هي كلمة كبيرة ولا أحب أن أستخدمها، لكن الإرهاب الفكري. فللأسف الشديد نحن فيما بيننا نحاول أن نحتفل بطريقتنا المتواضعة، لان دلوقتي واضح انها حاجه عيب يعني انها واضح انها حاجه عيب الظاهر كده صغير. بس انا في بس ملاحظه لفتت نظري، يعني ان احنا دلوقتي بنقول انه النتيجه بين الفريق احمد شفيق والدكتور محمد مرسي مرشح المسلمين هي أسوأ نتيجه على الاطلاق، وهذا باعتراف من ينتمون للتيار الثوري، ولكن اريد ان اعرف كيف بامكانهم احتساب الاصوات التي ذهبت لمحمد مرسي للتيار الثوري مع انهم في نفس الوقت اعتبروا هذه اسوأ نتيجه. لا اعتقد انه كان يتحدث عن خمدين صباح ابو الفتوح فقط. دعونا نتحول الى التصويت، هناك مجموعه من الاسئله التي سنطرحها عليكم في حلقه اليوم لجمهورنا هنا في الاستوديو، وسيكون بامكانكم التصويت بالاجهزه التي معكم. السؤال الاول، هل انت راضي عن نتيجه الجوله الاولى؟ اذا كنت تريد ان تجيب بنعم فاضغط على الرقم 1 في الجهاز، إذا كنت تريد أن تجيب بلا فاضغط على الرقم 2. أغلبية كبيرة للغاية، 86% تقريبا من الجمهور هنا في الاستوديو على الأقل غير راض عن نتيجة الجولة الأولى، يعني نفس الزبائن بتوعك. أنت سائق تاكسي أبيض، وهو التاكسي الأبيض في أو التاكسي بشكل عام في نظر البعض هو أفضل مقياس لنبض الشارع المصري. سنشاهد هذا التقرير الذي صورناه معك ثم نعود للحديث. الاسم محمد شعبان، السن 53 سنة، شغال سواق تاكسي. ان شاء الله بنزل الساعه 7 الصبح باذن الله، وبرجع الساعه 8 بالليل ان شاء الله. ان شاء الله بنزل على شغلي على المهندسين على طول، لان انا كنت ساكن في البابا فمتعود على المهندسين ودقي وعجوزه فحفظتهم، يعني لان دي عارفها وحافظها من 18 سنه ساعه ما ركبت التاكسي. زور انا احب السياسه جدا واحب اتكلم، اي حد يركب معايا احب نتكلم في السياسه. لقيت الناس كلها كل ما حد يركب معايا يقول هتختار مين، فانا بقيت بقى اسبك، كل ما حد يركب معايا فاقول له انت هتختار مين. مساء الخير، اتفضل. مساء الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ؟ عامل ايه؟ ازيك يا صحتك؟ عامل ايه؟ ايه عملت ايه في الانتخابات؟ اخترت مين؟ ما اخترتش حد. ليه؟ ما فيش حد على الساحه كويس. وان شاء الله هتروح للاعاده ولا لا؟ ان شاء الله انا قاعد في السويس، فاضطر ان انا هنزل للاعاده ان شاء الله بامر الله. هتختار مين بقى؟ محمد المرسي. انا عارف اكيدا ان هي تبقى لشفيق. الشباب الثانيه اللي عايزه شفيق دي ماشيه معاها ابهاتهم. أبعتهم اللي في الشرطه واللي في الجيش، هم دول فعلا اللي عندنا اللي عايزين ايه اللي ماشيين، لكن هم يعرفوا عايزين شفيق ليه ما يعرفوش. اما الشباب اللي نزلت الثوره وعملت الثوره والكلام ده قال لك احنا ولا عايزين الاخوان ولا عايزين الفلول.
بعد ما حصل بقى وحصل انتخابات واول مرحله الناس جالها احباط يعني جامد جدا، والحمد لله ربنا بقى يعوضنا خير ويجينا رئيس يعني يبص للبلد بقى شويه ويبطل بقى يبطلوا يعني السرقه والحاجات دي ويبصوا للبلد شويه يعني. طيب عم محمد، يعني الملاحظه الاولى هي انت يبدو انك متعاطف مع الثوره. طبعا جدا، وده شيء يعني نادر في سائقي التاكسي خاصه التاكسي الابيض. قول لحضرتك ليه. انا يعني من زمان جدا 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 ونفسي تقوم ثوره. ليه؟ لان انا سواق تاكسي بقى 18 سنه حضرتك، وكل اللي يركب معايا يقعد يشكي على الحياه ويقعد يشكي على ده، هو يشكي وانا ادعي على حسني مبارك، هو يشكي وانا ادعي على حسني مبارك، واخد بالك حضرتك؟ فهو ده اللي خلاني متعاطف مع الشعب. طيب والان عندما يعني انا قلت ان انا جالي احباط، انا قلت ان التاكسي قد يكون قياس جيد جدا لقياس الراي العام، لان يركب معك شتى الوان الطيف يعني. بالظبط. كيف تشعر؟ تشعر ان الثوره لا زال لها شعبيه، ان الناس بالعكس كرهوا الثوره؟ لا، هو معظم الناس دلوقتي بيقول لحضرتك يعني خلاص بعد الانتخابات الاولى جالوا احباط جدا. واخد بالك حضرتك؟ احنا عندنا في الشيخ زايد يعني في اخوه كتير جدا، اخوان كتير جدا، ورغم ذلك حاربونا عشان نختار دكتور محمد مرسي، بس ابينا كلنا رفضنا. ليه؟ ما تعرفش؟ لانه مش تبع الثوره اصلا. طيب دعنا في شعبيه الاخوان يعني اولا. عندما قبل انتخابات البرلمان كنت تشعر ان هناك شعبيه كبيره للاخوان؟ لم تكن تشعر ان هناك شعبيه كبيره للاخوان؟ اطلاقا. كل الناس واخد بالك حضرتك اتجاهها يعني كاستفتاء الواحد عمله مع نفسه، ثلاث ارباع الناس ما حامدين الصباحي. طب في جولة الإعادة، هل تشعر؟ في جولة الإعادة حضرتك بعد ما حصل موضوع الإعادة كل ما حد يركب معايا أنت هتنتخب مين؟ لا خلاص بقى، ما خلصت. خلصت معنى مين اللي هيكسب؟ يعني أحمد شفيق زي ما كان؟ ولا شفيق ولا كان اختار واحد قتل ثوار، ولا نختار ولا ناس بيكذبوا علينا. ده كلام معظم الناس يعني. طيب. أنا واحد من الناس كان اتجاهي مثلا دلوقتي حاليا يعني أمر لله، أنا قلتها أمر لله محمد مرسي، لكن ما اختارش التاني، الاخ التاني ده امر لله يعني. مفهوم امر لله. نمونه انت حظك جه جنب واحد من الدعيين وشفير. معلش ما معلش بالظبط ده احسن. معلش. طيب كانت كده. دعونا نشاهد هذه الخريطه التي توضح المحافظات التي فاز فيها المرشحون المختلفون. محمد مرسي يعني شكل الخريطة فقط، وهي لا تعبر عن الكثافة السكانية طبعا، لكنه اكتسح معظم محافظات الجمهورية. يليه أحمد شفيق في محافظات أساسا الدلتا الغربية والدقهلية والمنوفية والشرقية والأليوبية، وفي الجنوب الأقصر وقنا. حمدين صباحي كتلته التصويتية تركزت في القاهرة في كفر الشيخ وهي مسقط رأسه في الإسكندرية اكتسح، وهذا يعني كان لغزا لا يزال ربما لغز، وبورسعيد والبحر الأحمر. أما أبو الفتوح فتصدر في دمياط وفي مطروح، وعمر موسى أيضا مفاجأة هذه الانتخابات، فقط في جنوب سيناء كان له السبق. هل لذلك علاقة بالسياحة أيمن الصياد؟ أنا أعتقد أن القضية لم تكن قضية سياحة. ظاهرة الاقتراع هذه المرة أظن أنها غير مسبوقة على الإطلاق في أي انتخابات معروفة في العالم. لم يذهب الناخبون لينتخبوا أو ليختاروا من يرغبون فيه، ليس هذا بالضبط، وإنما حكمت اختيارات الناخبين أمور خارجة تماما عن تفضيلاتهم الطبيعية. حكمه دائما ما يمكن التعبير عنه بأنه انتخاب المضاد، بمعنى أنت تستهدف الإطاحة أو تستهدف أو تقلق من مرشح معين أو من طيار معين. يعني حاولت أن تحسب من المرشح الذي يمكن له، الذي له فرصة في أن ببساطة يوفر لك
هذه الإمكانية. سؤال سريع للغاية من دكتور عمرو هاشم ربيع، مفاجأة بالنسبة لي على الأقل كانت مفاجأة، نتائج حمدين صباحي في الأسكندرية التي تعتبر معقلا للتيارات الدينية، هل كان مفاجئا بالنسبة لك؟ بالتأكيد، لأن القطاع السلفي الكبير كان طبعا موجود في الأسكندرية وتركز في الأسكندرية، لكن يبدو أن برضو السلفيين خدعوا برضو المرشح الآخر اللي وعدوه، إن كان القطاع الأكبر كإما مع عدم التصويت أو عدم الذهاب، وبعضهم ذهب إلى محمد مرسي، لكن ما من شك أن في حصلت شيء ما أدى لي خديعة تجاه المرشح عملها مفتوح. من هنا كانت النتيجة بتاعت حمدين صباح، وكانت في أكتر من، وكان في طبعا في كفر الشيخ معصومة ربما يكون مسقط رأسه. نعم. ولكن طبعا طيب، هل ذهب الصوت المسيحي بالفعل إلى أحمد شفيق؟ هل كان عاملا مرجحا في فوز أو تأهل أحمد شفيق إلى الجولة الثانية؟ دعونا نشاهد هذا الاستطلاع السريع الذي قامت به كاميرا بي بي سي أمام كنيسة قصر الدبارة في القاهرة، ونعود للحديث مرة. اسمي كرم مسيحي وانتخبت أحمد شفيق. اسمي بيتر وانتخبت حمدين صباحي، مش عشان خاطر شفيق وحش ولا عشان الإخوان وحشين، هو الفكرة إن في لازم يكون في دم جديد، أدم الدم القديم معرفش يعمل حاجة، لازم ندي فرصة لحد جديد، مش هنفضل طول عمرنا على نظام بيدي نفس النتائج ونفس المشاكل، فلازم ندي فرصة جديدة لحد جديد. هو دلوقتي المشكلة ان احنا ماشيين في مرحلة ان كله عمال بيخون بعضه وكله بيغلط في بعضه، انت الصح انت غلط. انا شايف يا جماعة ان كل واحد حر في اختياره، انا شخصيا اخترت احمد شفيق لان انا شايف ان انا مقتنع بحاجات كتيرة في شخصيته، ولو احنا هنلوم اللي اشترك في النظام السابق وهنعزله يبقى من حقنا ان احنا نعزل الشعب كله، لان كلنا كشعب اشتركنا في المرحلة دي مع النظام السابق 30 سنة. طيب، وهذا مما ظهر على مواقع التواصل الاجتماعي، حيرتونا وزهقتونا، نقول لابن كنايس تقولوا دول 5%، نقول انتخابات تقولوا دول 22%. سامح، هل تشعر ان هناك ظلم وقع على المسيحيين في افتراض ان اصواتهم رجحت كافة احمد شفيق؟ اولا زي ما حضرتك قدمت في ضوء المعلومات اللي عندي، اصوات الاقباط بوصفهم ليسوا كتلة انتخابية. لما أقول كتلة انتخابية أنا أعني الإخوان المسلمين كتلة انتخابية، لكن الأقباط ليسوا كتلة انتخابية. الأقباط جزء منهم أو جميعهم في شرائح المجتمع المختلفة على مستوى الأعمار المختلفة، ولديهم قراءات مختلفة للواقع. داخل البيت القبطي الواحد زي المسلم حدث انقسام، الأب إدى مرشح، الزوجة إدت مرشح، الأولاد إدوا مرشح آخر. أنا أعرف ناس أيده أحمد شفيق، في اللي أيد عمرو موسى، في اللي أيد الأستاذ حمدين صباحي، وفي اللي انتخب خالد علي، وسمعت استطلاعات رأي كتير في هذا الموضوع. لكن لماذا يصور الموضوع على هذا الأمر؟ أنا أعتقد أن هناك رغبة في تطييف المسألة، التمهيد لمرحلة الإعادة بالحشد الديني. الأمر الثالث، الأباط ليسوا قصر ولا هم مواطنين غير كامل الأهلية ولا كامل المواطن، من حقه ينتخب اللي عايزه في انتخابات، وعنده صندوق انتخاب وعنده مرشح ينتخب اللي هو عايزه. وانا برضو بستعجب كثيرا جدا ان تصدر تصريحات بالغة الغرابة، يعني بمعنى يقولك ايه الاقباط ادوا احمد شفيق، طب المسلمين ادوا مين؟ لا، لكن الرد على هذا واضح طبعا، انه اذا كان نسبة غالبة من الاقباط اعطت احمد شفيق. نسبة الاقباط المنوفية كام يا استاذ؟ لا ما هذا ما اقوله، ان اذا كانت نسبة غالبة من الاقباط اعطت احمد شفيق، وهذا يعني ما تطرحه جيد، لان المنوفية ليست ذات كثافة سكانية قبطية عليه، لكن مع ذلك على الناحية الاخرى الاقباط في الصعيد، المراكز القبطية في اسيوط على سبيل المثال، وكان لنا زملاء هناك ذهبت الى احمد شفيق بشكل كبير. انا ما بقولكش ان ما خدش اصوات قبطية معتبرة، لكن لم تكن هناك كتلة متجانسة في هذا الموضوع. هل تعتقد ان نسبة الاقباط الذين صوتوا لاحمد شفيق اعلى من كنسبة من الأقباط؟ يعني هل 70% مثلا من الأقباط صوتوا لأحمد شفيق؟ هل تعتقد أن هذه نسبة؟ لو بكلمك كباحث أنا ما عنديش أي داتا تثبت لي أن أنا أقول كام، لكن أنا أتصور أنه ربما كان الأول في التصويت ضمن الثلاثة. ثلاثة عمرو موسى أحمد شفيق وحمدين صباح يعني؟ ولا؟ يعني بالثلاثة دول على وجه التحديد، ولكن أقدر أقولها عمريا، يعني أنا أتصور قطاع عريق جدا من الشباب إدى حمدين.
وربما ابو الفتوح خد برضو بعض اصوات الإبطية بالمناسبه. هناك قطاع من الارستقراطيه والطبقه الوسطى ربما هواهم الى حد كبير عمرو موسى. هناك قطاع اخر من المبتعدين عن الجدل السياسي الذين بعض شواغل للامن مثلما تجدها في المجتمع بشكل عام. الاقباط مش منعزلين، الاقباط جزء من التركيبه المصريه بشكل عام. فعشان كده لما يجي واحد من حركه اسلاميه يقول الاقباط لازم يعتذروا، انا اعتقد إن السؤال ليس في محله، مش لانهم مواطنين واحرار، لان في كثير من هذه الحركات انا اعتقد ان هي مطلوب ان هي تعتذر للشعب المصري كله عن اللي جابته من عنف واساءه واللي وصلتنا لهذا المناخ الاستقطابي. هل كان هناك تشجيع من الكنيسه للتصويت احمد شفيق؟ بشكل عام القائم مقام كان موقفه واضح ان الكنيسه على مسافه متساويه، وهذا انا متاكد منه تماما على المستوى لكن ما الرسمي. حدث ما حدث على المستويات المحليه، على المستويات المحليه كان هناك تقارب بين بعض المرشحين وبعض المسؤولين وبعض المجموعات محليا، ده موضوع اخر، لكن على المستوى المركزي لم يكن هناك توجيه باي مرشح. وعايز اقول لحضرتك على حاجه، وعلى المستويات المحليه انا اعرف قيادات سلفيه في بعض المحافظات خرجت عن الاجماع السلفي وايدت المرشح الاخوان المسلمين الدكتور محمد مرسي. المجتمع التطييف الديني يقسمه راسيا، احنا في مجتمع افقي مش مجتمع راسي، ومن الخطوره ان يتحول الموضوع الى مبارزه دينيه فنسلم رئيس الرئاسه بغض النظر هو مين على انقاض مجتمع. طيب دعونا نتحول الى السؤال الثاني في تصويت اليوم، والسؤال هو: هل انت راض عن طريقه اختيارك لمرشحك؟ مره اخرى اذا كانت الاجابه بنعم فاضغط على الرقم 1، اذا كانت الاجابه بلا فاضغط على الرقم 2. لكن عندما يبدا التصويت وهو سيبدا الان، طيب على الأقل أنتم راضون عن أنفسكم، حوالي 79% أجاب بنعم وفقط 21% أجاب بلا. دعونا نتحول إلى نظرة سريعة على المرشحين الذين لم يتأهلوا إلى الجولة الثانية، جولة الإعادة. هناك 11 مرشحا لم يتأهل للجولة الثانية، لكن الأهم بينهم كانوا الثلاثة الكبار كما اصطلح على تسميتهم. دعونا نرى ما الذي قالوه. بالرجال الشرفاء عن الاختيار الحر للمصريين من اجل ان تصل الثوره الى الدوله باذن الله وباراده الشعب وبنتائج مؤكده في هذه الانتخابات. عدم معرفه بالنتائج الحقيقيه للانتخابات يفرض علينا أن نقول أن هذه الانتخابات لا يمكن ضمير الوطني يقول أني أصفها بانتخابات نزيهة، حتى لو أعلنت أنني الأول أو أنني الفائز دون إعادة. حتى أنا واحد من المواطنين اللي يرى مستقبل مصر من خلال الديمقراطية الحقيقية لا شيء آخر، الديمقراطية والدولة المدنية. لا يمكن أن نقبل إعادة إنتاج النظام القديم. دكتورة منال، ما هي انطباعاتك عما عن الذي شاهدتي؟ لو يعني انطباع، ما فيش اي حاجه مدهشه في انه لغه الجسد او حتى الكلام اللي اتقال يدل على انه في واحد اشد من الثاني في انه سوف يتعامل مع ما يسمى الهزيمه، لانه الحقيقه اتصور ان كلهم واصلين انه النتيجه اللي ظهرت هي نتيجه مبهره ان ما فيش هزيمه، ان ما فيش هزيمه. هم الثلاثه أخذوا أصوات أشد من الاثنين التانيين، فهنا القاعدة العريضة، إذا ما فيش هزيمة. لا يعني في النهاية بالتأكيد كل منهم يعتبرها هزيمة، أنه كان يريد أن يصبح رئيسا. هي جولة، إذا هي مش هزيمة ولا حاجة، هي جولة. وأتصور أن هم واصل لهم ده، وأتصور أنه لسه قدامهم خطوات علشان يعملوا شيء ما في القريب. لو إحنا يعني متأكدين أن دي مش الجولة النهائية، فاذا مفيش مشكله ابدا، لانه الفاينل لسه ما جاش. ايمن الصياد، من منهم تعتقد انه سيكون له فرصه في الانتخابات المقبله؟ من سيكون له مستقبل سياسي؟ حمدين صباحي بالتاكيد هو الذي سيكون له مستقبل سياسي بين الثلاثه. اذا كانت
80% وأكثر من الجمهور هنا ونسبة كبيرة من الشعب المصري مستاء جدا من نتيجة الانتخابات، كيف وصل؟ هل فقط كما يعني تقول الأسطورة السياسية نتيجة قوة تنظيم الإخوان المسلمين وقوة تنظيم الحزب الوطني السابق؟ أم أن هناك بالفعل اقتناع، هناك شرائح كبيرة مقتنعة بما يقدمه هذا المرشح أحمد شفيق وهذا المرشح محمد مرسي؟ السؤال لك. قبل الانتخابات أنا من الناس اللي مش شايفين الإخوان برا الثورة وبأتهم كتير لكده، بس دخولهم في الانتخابات بمحمد مرسي كان بيعني ان هم في وقت متأخر ان هم معتمدين فقط على الماكينة الانتخابية بتاعتهم اللي هي بتروح وتخبط على الابواب وتوزع وتوصل. محمد مرسي تقريبا ما طلعش في الاعلام خالص، تقريبا ما كانش او وجوده كان قليل حتى في السوشيال ميديا في الـ في الـ في الـ التواصل الاجتماعي. هو اعتمدوا بالاساس على الشغل على الارض والمكنه، وعلى راي صديق يعني المكنه طلعت دخان عشان تجيب الرقم ده، لان هم نازلين بمرشح ما عندوش مواصفات يعني ايه تشتغل لوحدها. اشك ان في حد مع كامل الاحترام يعني خلينا نتكلم بالصراحه يعني انه حد والله انا شايف انه هذا المرشح هو الانسب مثلا، ما تقدم لناش، ما شفناهوش، شفناه مؤخرا. هذا قد لا يكون عيبا يعني انك تصوت لصالح حزب او جماعه يعني وليس هي اللي اشتغل الماكينه. نتيجه احمد شفيق انا في تقديري هي برضو ماكينه ما مش تأييد عام، ده رايي انا يعني، قصدي اللي انا محتفظ بيه، لان انا مش شايف اتساعها زي ما شفنا في الصوره كده انها يعني ايه في الحته دي تركزت في الحته دي اشتغلت في الحته دي الى اخره. وبالتالي دي مشكله اعتقد قدامنا كلنا انه في خطوره فعلا انه النظام السابق يعيد انتاج نفسه بشكل احمد شفيق. طيب دعونا نلقي نظره سريعه على بعض ما جاء ايضا على مواقع التواصل الاجتماعي. هذا يعني السخريه هنا هي من عمرو موسى الذي هاجم النظام القديم، اما انتم مش قد الانتخابات بترشحوا نفسكم وتقعد مالي. هذه اخرى عن ابو الفتوح وتفتيت الاصوات، والسؤال هو هل حمدين هو الذي فتت اصوات ابو الفتوح ام ابو الفتوح هو الذي فتت اصوات حمدين، ام انه لا يمكن الحديث عن 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 مسؤوليه تقع على واحد منهم. مؤشرات مؤكدة، صباحي متقدم في القاهرة ووجه إبلي، وأبو الفتوح متقدم في الإسكندرية ووجه بحري، خالد علي متقدم لبنت خالته، وموسى متقدم في السن. دعونا الآن نتحول إلى هذا المقطع نشاهده ثم نعود لنواصل الحديث. هو أنا للأسف الثورة نجحت وكل من هب وضب وكان معاه 50 جنيه صحيحة فجابه نزل رصح نفسه، بس إحنا عدى التحدي. وبعدين في واحد مرصح نفسه ماشي، هو مش مرصح نفسه لوحده، ولا هما اثنين ماشي، حمدي حمدين اللي هو حمدي وحمدي ده ماشي، اللي جاي بيقول لك الواحد مننا انا عمري ما شفته معانا في الحزب الوطني ماشي، ولا شفته جاي بيبص ايد سيادة الرئيس ولا بقول له ربنا يخليك لينا، بالعكس بقى ماشي، عشان انا فاكر ان هو كان مع العيال اللي هما بتوع كفايه الحمدين صباحي، اللي هو حمدين صباحي ده عمل مطار. وبعدين جايين بقول لك عشان ابو الفتوح هيبقى رئيس مثلا، ده دكتور، هي مصر عيانه عشان اجيب لها دكتور. وبعدين سيبك من هو دكتور، حبسك يا عم اذا كان هو ولا حمد الله صباحي مثلا، الثالث حبسه سياده الرئيس حبسهم عشان هم كانوا ماسين غلط، وسياده الرئيس الثالث حبسهم عشان كانوا ماسين غلط، وما لحقوش سياده الرئيس عبد الناصر عشان كان هيحبسهم برضه. وبعدين جا واحد ثاني مرشح نفسه اسمه لوحده وخوف، هترشح رئيس هتقول الرئيس اسمه العوض هيخض الناس اللي جايين من بره، وبعدين العوض ده عمل مطار. طبعا هذا الرجل أصبح شخصية شهيرة خلال الأشهر الماضية. كنت أراك تهز رأسك موافقا على ما كان يقوله وائل بخصوص أن حملة مرسي اعتمدت أساسا على الآلة التنظيمية للإخوان المسلمين وليس على الفكر الذي يقدمه، رغم أنه كان دائما يركز على مسألة مشروع النهضة. دكتور محمد مرسي او مرشح جماعه الاخوان المسلمين هو بيطرح نظام بديل للنظام القديم، بيطرح ما يواجه الدوله العميقه. الدوله العميقه ليست عسكري ولا عسكر هنا ولا في رئيس حي ولا جهاز بيروقراطي للدوله، الدوله العميقه تشمل ايضا على ما يسمى بادراكات
متشابهة، وهو ده جزء كبير جدا من الجدل الدائر في مصر الفترة اللي فاتت. مجموعة أو ما تسمى النخبة، يعني على فكرة اسمي في السوشيال ميديا أجينست النخبة أو ضد النخبة، هي يعني مهيمنة على مخدرات المجتمع لفترة طويلة من الزمان، وحاسة أن مصالحها بتتهدد حاليا أو في خطر لأسباب مختلفة، وقد تكون معزولة عن جموع المصريين. هي مش قد تكون، أنا في اعتقادي أن هي معزولة عن جموع المصريين. نفس الشيء ربما يقال على مؤيدي أحمد شفيق. هو له مريدين لأنه كانت له رسالة واضحة، وظهوره الإعلامي على مختلف القنوات الفضائية كان يقدم نفسه على أنه مرشح الأمن والاستقرار، وشئنا أبينا هذه حاجة ماسة الآن في المجتمع المصري. وفي الفيديو الذي عرضناه في أول حلقة كل الناخبين مجمعين على أننا بحاجة للأمن والاستقرار، نحن بحاجة إلى العودة إلى العمل. فالمرشح أحمد شفيق قدم نفسه على أنه المرشح الذي يستطيع إعادة العجلة إلى الدوران، تلمس وطراً أو تلعب على وطر بالتأكيد. و23% من المصريين أعطوا أصواتهم لفريق شفيق، هذه النسبة لا يستهان به. طيب سوف نتجه الآن إلى نعود إلى الاستفتاء، استفتاء الاستوديو هنا، والسؤال هو هل لو تكررت الانتخابات ستختار نفس ستقوم بنفس الاختيار أم لا؟ والتصويت يبدأ الآن. ستين في المائة تقريبا أو 58% قالوا نعم، وحوالي 32% يقولون لا. طب يعني الأغلبية على الأقل ليست نادمة على اختيارها في الانتخابات. فلنتحول من الخاسرين الذين لا تعتبروهم تلقوا هزيمة، نتحول إلى الفائزين. وتغير الخطاب بشكل ملحوظ بعد نتيجة الجولة الأولى، تغير خطاب أحمد شفيق ومحمد مرسي. سنشاهد هذا المقطع ونتحدث عن ذلك بالتفصيل. شباب كل الأحزاب ومن لم ينضموا إلى أي كيان سياسي، أعضاء ائتلافات الثورة، أبناء حركة 6 أبريل، شباب الألتراس والذين يريدون مراكز شباب محترمة، كلكم لقد اختطفت منكم الثورة التي فجرتموها، وقد تعهدت وأتعهد بأن أعيد ثمارها إلى أيديكم. الأقباط لهم كل الحقوق كما عليهم الواجبات، وموجودين في مؤسسة الرئاسة، وسترون إن شاء الله مستشارين أو حتى نائب إن أمكن وإلى آخره، مشاركة حقيقية. البعض بيحاول يزيف الوعي ويقول ده الدكتور مرسي قالكم هيخلي المرأة تتحجب غصب عنها. مين اللي قال الكلام الفارغ ده؟ هو ده الشرع؟ ده ضد الشرع، محدش يجبر حد أبدا على زين. يعني الجولة الأولى، قبل الجولة الأولى شفيق ومرسي بدأ وكأنهما يعني يصعدان من خطابهما الموجه لمعسكر ما، يعني المعسكر الكاره للإخوان المسلمين بالنسبة لشفيق، ومعسكر تطبيق شرع الله بالنسبة لمحمد مرسي. الآن تبدو الآية وكأنها عكسة بالنسبة للفريق أحمد شفيق. من الواضح أنه بيتوجه بخطاب للقوى الثورية بشكل عام، بيتكلم عن 6 أبريل، بيتكلم عن ائتلافات شباب الثورة، بيتكلم عن اتجاهات أخرى، ويستخدم المصطلح الذي يستخدمونه أن الثورة اختطفت، لأن هذه الائتلافات وهذه الاتجاهات. هل يمكن أن يكون يعني كنا نسمع ضحكات الآن وهو يتحدث، هو يتوجه بهذا الخطاب؟ في فرق ما بين تأثير الخطاب وفرق ما بين منطلقاته. هو يتوجه بهذا الخطاب كرجل مرشح يعتقد أن هذه القاعدة يريد أن يكسبها أو يحيدها. على الجانب الآخر الدكتور مرسي هو يعتقد أن المشكلتين الأساسيتين بالنسبة له هي المرأة والأباط. أنا أتصور أن كلا الخطابين لن ينجح، يعني إذا بسألنا عن رأيي في هذا الموضوع، لا أعتقد أن البحث عن ائتلافات ثورية وشباب 6 أبريل إلى آخره سيكون في صف شفيق، ولا أعتقد، وإن كنت يعني أتطلع دائما
ان التصويت القبطي يكون متنوع ويأخذ في اعتباره اشياء كثيرة، انا لا اعتقد ان الاباطرة يصوتوا للدكتور محمد مرسي. طيب سمعنا ما قاله محمد مرسي في حديثه، ردود الفعل على ما قاله سواء في هذا المؤتمر او قبل ذلك عندما بدأت يعني لهجته تتغير تظهر في بعض الصور التي ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي؟ الفلوس معانا والبضاعة كمان معايا، الفلوس معايا والبضاعة كمان معايا، الفلوس معايا والبضاعة كمان معايا. يعني كل منهم في النهاية يصب في المرشد، وهذا هو مشروع النهضة. هو تحدث عن أنه لن يفرض الحجاب على النساء لكن ربما يفرض النقاب. هذا رد على مسألة دعوة شفيق للشباب لاستعادة ثورتهم ممن خطفوها، هذا هو مشروعه لإسكان الشباب وموقعة الفيل بعد تولي أحمد شفيق الحكم. يعني مش ممكن أبطل. طيب تعقيب بسيط، بس أنا أريدك أن ترد على هذا السؤال لو سمحت. هل تعتقد أنه لو وصل أحمد شفيق إلى الحكم، وهذه الصورة معبرة كثيرا يعني منذ أن أعلنت اللجنة بشكل نهائي نتيجة الانتخابات وقد بدأت مظاهر التوتر تحدث، هل تصويت لأحمد شفيق فعلا هو تصويت الاستقرار أو هو تصويت لعدم الاستقرار؟ لأنه يبدو أن أحمد شفيق هو أكثر المرشحين سواء عن رغبة أو عن غير رغبة، ولكن كردود فعل سوف لن يكون هناك استقرار يعني. هناك من صوت الاستقرار، هناك من صوت الفريق شفيق لأنه الوحيد من بين المرشحين الذي له خبرة في السلطة التنفيذية وأمضى 10 سنوات كوزير لوزارة الطيران المدني. كان 30 سنة الحمد لله. هناك من صوت له لأنه كان مرشحا متسقا مع نفسه ولم يحاول أن يتملق قبل الجولة الأولى طبعا. لم يحاول أن يتملق الوسط أو اليسار. طب وهل هل تغير الخطاب بعد الجولة الأولى قد يضر؟ هذا طبيعي في جولة الإعادة في أي جولة في أي دولة في العالم، دائما المرشح الذي على اليمين والذي على اليسار كلاهما على اليمين في الحالة يتجهان نحو الوسط ليحصل على كتل تصويتية لم تذهب إليهما في الجولة الأولى، فهذا شيء طبيعي. وكما تفضل الأستاذ سامح، لا أعتقد أن هذا الخطاب سيكون مقنعا لأي الأطراف يعني. لكن هناك من صوت الفريق شفيق بسبب الاستقرار، وهناك من صوت له لأنه لديه الخبرة، وهناك من صوت له لأنه رجل واضح، وهناك من صوت له لأن هو لديه خلفية عسكرية وسيكون قادرا على التعامل مع المجلس العسكري الذي هو يعني اللاعب الرئيسي حاليا في الساحة. هناك برضو من صوت لفريق شفيق لأنه لأنهم الخلفية عسكرية وقادرة على التعامل مع التحرير. بس حضرتك انا ده تعقيب بس حابب اقوله يعني. دكتور منى، اشمعنى يعني التسجيلين الاخرانيين ما سالتنيش عليهم مع اني ركزت قوي؟ اتفضل. عايزه اقول لك على حاجه، في حاجه احنا عارفينها كويس قوي، صفات التراستبل بيرسون، يعني الشخص صاحب الثقه اللي انا اثق فيه فاعطيه صوتي. وانا سعيده جدا ان الاستاذ ما طلعش جوه الحمله كمان بتاعته خالص، ولكن هو مواطن عادي وصلوا الثقه بده. علشان تكون راجل ذو ثقه لازم تعملي 3 حاجات، لازم تبقى expected يعني أتوقع تصرفاتك، لازم تبقى consistent يعني متسق يعني دايما أنت بنفس الشبه، دايما أنت بنفس الشبه ما بتغيرش كلامك خالص. تالت حاجة إنك تكون concrete يعني أمسك حاجة مفهومة عملتها وأقيس عليها كويس كده. فالتلات حاجات دول نسفهم الفريق شفيق بالحديث الأخير، نسفهم نسف. وعلشان كده هو اللي اقترح عليه انه يقول حاجات خياليه لا تتسق مع الكونسيستنسي التوافق اللي هو كان فيه طول الوقت، ان مبارك مثلي الاعلى، انه اللي حصل في العباسيه تجربه وهتنسف. الامر نفسه يقال على محمد مرسي ثانيه واحده من حول حديث، وانه الجيش سوف يتصدى. فاذا انا كمواطن زيه كده انتخبه، هو مرتاح ان دي توقعاتي منه، وانه انا مش عايز الهوسه دي كلها، انا عايز حد يعيد الاستقرار حتى لو كان هينسف العباسيه، انا عايز حد يعيد الاستقرار حتى لو كان هيتصدى العسكر للشعب، انا عايز حد يفيد الاستقرار وهكذا. فانت واضح جدا وعمرك ما غيرت رايك. واذا كنت انا مرتاح الى نظام مبارك في السابق وشايف ان ده كان نظام كويس احسن من الزفت اللي احنا بقينا فيه، فاذا انت قلت ان مبارك مثلك الاعلى يبقى انا هتوجه اليك فورا دلوقتي علشان انا عايز اعيد نظام مبارك لانه كان احسن من الزفت اللي احنا فيه. تمام كده، هو لخبط الدنيا خالص. اعتقد ان هذا ليس رايك فجوبة. بقدر ما هو تعبير. مش رايك احسن الناس تفهم من رايك. لا مش رايي انا بوصف وصف.
يا سيدي بقى اللي عايز يفهم يفهم. طيب. فاذا لما يقول لي حلم كبير يعني انت انسلخت عن الكونسيستنسي تماما وانا كده هبقى متلخبط خالص في توقعاتي. طيب. منك لانك 6 ابريل مين؟ طيب. والثوره مين دي اللي سريعا 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 محمد مرسي والالتراس يا نهار ده وصل للالتراس. طيب. أيوة. وصلت هذه النقطه وصلت هذه النقطه تماما خرافيه تماما. اليس الا يمكن قول نفس الامر على محمد مرسي؟ مين بقى اللي ما ليه مرسي جاب 5 مليون بس؟ 5 مليون بس لانه ما عملش ثلاث حاجات دول. ها الاخوان المسلمين ما عملوش ثلاث حاجات دول، المراوغه بتجري في الدماء. طبعا يقول كلام يقول غيره، يقول كلام يقول غيره على طول كده، مع احترامي الكامل ليك تمام. انا على فكره يعني انا نفسي تفهم الكلام ده بوجهولك، انا نفسي تفهمه وما تقولش ابدا ان لا احنا كويسين خالص، لا 70% دول كانوا ما اعرفش ايه، لا ده هو مرسي جاب الحاجه الجامده. لا لا هو خسر كتير قوي ولازم تفحصه هو خسر ليه. خسر عشان الثلاث حاجات دول، لان هو انتوا مش متوافقين مش متوافقين مش متوافقين مش كونسيستنس مع اللي بتقولوه. يعني مثلا ايه علاقه ان واحد يعني نتصور منه تدينا انه يفزع لست بتتعرف الشارع مهما تكون دي مين بغيه حتى تمام، ولكن يقول لك ايه اللي نزلها الشارع. على فكره دي صدمه للمجتمع كانت في شخوص متدينين ما رضيوش ينزلوا يدافعوا عن دول وقالوا على الستات اللي نزلوا في حرائق مصر دول كانوا بيمارسوا الافعال المشينه ودول كانوا قابضين، وهذا كلام يصدمك. فاذا لابد لا الوقت انتهى للاسف، وقت الحلقه انتهى بالفعل، لابد انه يعمل حاجه كونكريت على الارض، حاجه ملموسه على الوقت انتهى فعلا. طيب شكرا جزيلا للضيوف جميعا. قبل ان نختم الحلقه هناك امران، هناك السؤال الاخير في الاستفتاء ثم سنترككم مع مقطع من الفيديو. السؤال الاخير هو هل ستذهب لتدلي بصوتك في جوله الاعاده؟ مره اخرى الاجابه بنعم او بلا، والتصويت يبدا الان. طب يعني حوالي نصف الجمهور الموجود هنا في الاستوديو سيذهب الى جوله الاعاده، الادلاء بصوته في جوله الاعاده، والنصف الاخر لن يذهب. في نهايه الحلقه اتوجه بالشكر لكل من شارك معنا. محمد شعبان سائق التاكسي الابيض شكرا لك، محمد كامل المتابع على فيسبوك وتويتر واحد مؤيدي الفريق احمد شفيق، ابراهيم احمد فرج الناشط على مواقع التواصل الاجتماعي وعضو حمله مرسي واسمك على تويتر ضد النخبه، وائل خليل الناشط اليساري والمدون، ومن فريق الخبراء الاستاذ ايمن الصياد رئيس تحرير مجله وجهات نظر، الدكتوره منال عمر استشاري الطب النفسي بجامعه عين شمس، الأستاذ سامح فوزي مدير مركز التنمية بمكتبة الإسكندرية، والأستاذ الدكتور عمرو هاشم ربيع من مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، والدكتور سامح فوزي أيضا حتى لا نظلمك في الدال صح؟ وشكرا جزيلا لجمهورنا الذي حضر معنا هنا في الاستوديو، ولكم مشاهدينا مشاهدي بي بي سي. قبل أن نختم هذه الحلقة تماما سنترككم مع هذا المقطع الذي فيه التعبير عن الحسرة من نتائج هذه الانتخابات والتشجيع بأن المسألة لن تتعدى 4 سنوات ثم يمكن أن نغير اختياراتنا، وإن كان هذا سؤال هل ستتغير الاختيارات بعد 4 سنوات أم أن هذه الانتخابات ستحدد ما سيحدث بعد ذلك. شكرا جزيلا لكم جميعا ونترككم مع هذا المقطع. معلش يا كارولين هم 4 سنين واخدينهم مضطرين وقاعدين اهو رايحين عارفين مش عارفين هنعيشهم مختلفين شمال ولا يمين. معلش يا كارولينا هم 4 سنين رحنا ولا جينا قدرنا مش بايدينا عملنا اللي علينا صوتنا وعصنا ايدينا.